برحب بضيفي في الاستوديو دكتور سيف الدين فرج، استاذ التخطيط العمراني. برحب بك يا دكتور. اهلا وسهلا. الاخبار؟ الحمد لله. كل المدن الذكيه الموجوده في العالم بتقوم على برنامج معين، اولا الحفاظ على البيئه، الاستفاده من تكنولوجيا المعلومات، التخطيط العمراني. ازاي طبقنا ده في مصر؟ هو في البدايه ممكن نقول ان القياده السياسيه بعد 2014 بتعمل من خلال استراتيجيه عمرانيه متكامله، وليست بتعمل من خلال محور واحد او نقطه واحده، ولكنها بتعمل من خلال استراتيجيه عمرانيه متكامله بتهدف في النهايه الى رفع جوده حياه المواطن المصري. وده بالضروره بيتناول موضوع المناخ، المناخ ازاي المدن الجديده بتتاثر بالمناخ وازاي بتاثر فيها. انا النهارده لما يبقى عندي مناطق عشوائيه شديده الخطوره، يبقى فيها معدلات جريمه، يبقى فيها تلوث بيئي، يبقى فيها كل هذه السلبيات، وبالتالي فان الدوله في خلال وقت وجيز جدا في خلال 7 سنين قضت تماما على الاسكان العشوائي شديد الخطوره، وبالتالي قضت على بؤره كانت بتلوث البيئه عمرانيا، وبتلوث البيئه وفيها تلوث كمان نفسي للناس، لان لما يبقى المواطن عايش في مساكن متلاصقه تفتقد للاضاءه الطبيعيه والتهويه الطبيعيه والخصوصيه والبنيه الاساسيه بكل اشكالها، في النتيجه بيبقى المواطن مواطن مريض، و المناخ بيبقى مناخ سلبي كله. هو تم بناء بشكل عام المدن الجديدة لهذه النقطة، للقضاء على أيضا يعني من أهم طبعا الأسباب للقضاء على التكدس السكاني، بالإضافة طبعا للخدمات والمرافق. ولكن خلينا نقول للمواطن ونشرح له أكثر أنه إمتى نقول على هذه المدينة ذكية؟ لما بنتعامل مع تقنيات حديثة، بمعنى إن أنا مش بالضرورة أتعامل مع الكهرباء، وبالتالي ممكن يبقى عندي طاقة شمسية باخد منها مصدر الكهرباء، وبالتالي أنا بوفر في الكهرباء، بل أنا كمان ممكن كمواطن يبقى عندي طاقة شمسية بحيث إن أنا أستهلك جزء منها وورد جزء آخر للدولة، فتصبح الطاقة الشمسية اللي أنا باخدها كمواطن مصدر دخل ليا. وده برضو محور جديد. أما النهاردة لما يبقى عندي مدن جديدة زي مدن الجيل الرابع، وكلها زي مدينة العالمين، زي مدينة الجلالة، والنهاردة المدن الجديدة دي بتنتشر في كل محافظات مصر وليس في القاهرة والجيزة والاسكندرية فقط. احنا عندنا العاصمة الإدارية الجديدة، عندنا الجلالة، عندنا الإسماعيلية الجديدة، عندنا مدينة العبور الجديدة، مدن كثيرة. احنا قلنا المنصورة الجديدة. المنصورة الجديدة طبعا الجديدة. كل هذه المدن أدت بالضرورة لخلخلة الكثافة السكانية. إحنا كنا بنعاني قبل 2014 بكثافات سكانية عالية وازدحام مروري واختناقات. كل هذه الكثافات والاختناقات المرورية تؤدي إلى استهلاك وقود، تؤدي إلى انبعاث حراري، تؤدي إلى تلوث بيئي، تؤدي إلى ضياع مزيد من الوقت والجهد. لكن النهاردة لما اتنقلنا المدن الجديدة أصبح مفيش تلوث، مفيش انبعاث حراري، في اقتصاد في الوقود، في توفير في الوقت. يبقى إذن المدن الجديدة دي أول حاجة عملت رفع جودة للحياة المواطن المصري من خلال إن المناخ أصبح مناخ صحي. النهاردة عندي مساحة الجرين أريا، المناطق الخضراء. القاهرة كانت نسبة المناطق الخضراء اللي فيها لكل شخص يقل عن ربع متر كل شخص. المعدلات العالمية أعلى من كده بكتير، لكن لما نبص لكل المدن الجديدة اللي هي مدن الجيل الرابع زي العاصمة الإدارية الجديدة، زي العالمين، زي هنلاقي إن نصيب الشخص من الجرين أريا من المناطق الخضراء يتعدى إلى 10 متر، ودي معدلات عالمية جيدة جدا، وبالتالي في متنفس للناس علشان تبقى قاعدة في جو صحي تتنفس هواء نقي.